كيفكم خميس؟ إن شاء الله اليوم رح نبدأ بدرس ضرب عدد كلي في كسر. لضرب عدد كلي في كسر نكتب العدد الكلي في صورة كسر أولاً، ثم أضرب البسطين والمقامين. ونلاحظ يا خامس أن الضرب لا يشترط به توحيد المقامات كما في الجمع وطرح الكسور. مثال: أجد ناتج 3 ضرب 2 على 5. الطريقة الأولى، وهي طريقة الجمع المتكرر، تعني جزءان من خمس مضللان من أصل 5 أجزاء، لكن تكرارهما 3 مرات. إذن نلاحظ وجود 6 الأجزاء ملونة من أصل 5 أجزاء. أما الطريقة الثانية فهي ضرب الكسور، وهي نكتب العدد الكلي 3 في صورة كسر وهو مقام 1. 3 على 1 ضرب 2 على 5، إذن نضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 3 في 2 6، 1 ضرب 5 5، فالناتج 6 على 5. أتحقق من فهمي صفحة 99، أجد ناتج 4 ضرب 3 على 7. إذن 4 مقامها 1 ضرب 3 7، نضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 4 في 3 12، 1 في 7 7، فالناتج 12 على 7. مثال من الحياة: تبرعت هدى للفقراء بمبلغ 3 دنانير، وتبرع وسيم بواحد وواحد على ثلاث من قيمة المبلغ الذي تبرعت به هدى. كم المبلغ الذي تبرع به وسيم؟ نلاحظ باستخدام خاصية التوزيع أو باستخدام ضرب الكسور، نكتب العدد الكسري واحد وواحد على ثلاث على صورة كسر غير فعلي، وذلك باستخدام طريقة الساعة، أي واحد ضرب ثلاث ثلاث، ثلاث زائد واحد أربعة على خمس، أربعة على ثلاث على نفس المقام. إذن ثلاث مقامها واحد، ثلاثة واحد ضرب أربعة على ثلاث. الآن نضرب بسط في بسط ومقام في مقام. ثلاث في أربعة اثناش، واحد ضرب ثلاث ثلاث. إذن ما هو حاصل قسمة 12 على 3؟ 12 تقسيم 3، فالناتج 4. ويمكنني استعمال ذلك من خلال استعمال النماذج للتحقق من الحل يا خامس. الآن أتحقق من فهمي صفحة 100، مدخل منزل على شكل مستطيل عرضه 2.5 متر وطوله 3 أمثال عرضة، أحسب طول المدخل. يا خامس، طوله يساوي 3، إذن 3 أمثال بالرياضيات تعني ضرب، إذن كلمة أمثال تعني عملية الضرب. العرض، ما هو عرض المستطيل؟ هي 2 صحيح وواحد على 2. بهذه الطريقة يمكنني إيجاد طول المستطيل. إذن 3 ضرب 2 و 1 على 2. الآن بطريقة الساعة يجب تحويل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي. 2 في 2 4، 4 زائد 1 5 على نفس المقام على 2. إذن 3 على 1 ضرب 5 على 2، نضرب بسط في بسط ومقام في مقام، في الناتج 15 على 2 متر. الآن أتدرب وأحل المسائل الموجودة صفحة 101. سؤال رقم 1، أجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة: 2 ضرب 3 على 4، إذن 2 مقامها 1، فبضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 2 في 3 6 على 1 في 4 4، إذن الكسر المكافئ، لكن بشرط أن أقسم البسط والمقام على نفس العدد. نلاحظ وجود عامل مشترك بين البسط والمقام وهو 2. 6 تقسيم 2 3، و 4 تقسيم 2 2. إذن أنا كتبته بأبسط صورة لأن السؤال بيحكي لي بأبسط صورة. بأبسط صورة يعني ما يضل عندي بين البسط والمقام أي عامل مشترك. 2
أربعة ضرب 11 على 16، طبعاً الأربعة مقامها واحد، إذا بنضرب 4 في 11 44، وواحد ضرب 16 16. الآن نلاحظ وجود عامل مشترك بين البسط والمقام وهو الأربعة، إذا نقسم الأربعة وأربعين على أربعة والستاعش على أربعة، فالناتج 11 على أربعة. الآن رقم 3، 3 ضرب 3 على 2، إذا 3 مقامها واحد ضرب 3 على 2، 3 في 3 9، 1 في 2 2، إذا الناتج 9 على 2. رقم 4، 8 ضرب 2 صحيح و5 على 6، نحولها باستخدام طريقة الساعة، 2 في 6 12 زائد 5 17 على 16، وال8 مقامها 1. الآن بضرب 8 في 17 بهذه الصورة ضرب عمودي، 8 في 7 56، 8 في 1 8 زائد 5 13، إذا 136 على 6. نلاحظ العدد أحاد وزوجي فيقبل قسمي على 2 وال6 تقبل قسمي على 2. 136 تقسيم 2 68 على 6 تقسيم 2 3. رقم 5، 6 ضرب 1 صحيح و7 على 4، إذا نحولها إلى طريقة الساعة فتصبح 6 على 1 ضرب 1 في 4 4 زائد 7 11 على نفس المقام على 4. نضرب 6 في 11 66 على 1 ضرب 4 4، وجود عامل مشترك اللي هو 2، فالناتج بأبسط صورة 33 على 2. 6 بنفس طريقة حل سؤال رقم 4، الناتج رح يكون 196 على 9 بنفس الطريقة يا خامس. إن شاء الله الحصة القادمة رح نكمل حل تمارين كتاب الطالب.